أنه سوف يصله ما سأقول. على سبيل المثال، فإنه بخصوص الهدف الرئيسي الثالث الذي يهم تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والذي ضم 37 توصية، ما زال 26 توصية منها دون إنجاز. 26 من أصل 37 توصية ما زالت دون إنجاز على صعيد الهدف الاستراتيجي الثالث. وأهم تلك التوصيات التوصية رقم 59 التي نصت على ملائمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وبحقوق الإنسان المصادقة عليها والمنشورة. هل يصح حضرات السيدات والسادة المحترمين أنه بعد 11 سنة من صدور الدستور أن تتأخر بلادنا في تجسيد مقتضياته، خاصة منها تلك التي تهم الحقوق والحريات؟ ومن ذلك على سبيل المثال ما ينص عليه الفصل 23 من أن القانون يعاقب أن يعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والمنهجة لحقوق الإنسان. هذا النص كان ينبغي أن يتم تجسيده أولا في القانون الجنائي ثم ثانيا في قانون المسطرة الجنائية. معلوم أننا لم نغادر وزارة العدل والحريات سنة 2017 إلا وقد أحلنا على البرلمان مشروع قانون جنائي تضمن كافة الاستحقاقات الدستورية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فضلا عن تجسيد الاتفاقية الدولية التي صادق على المغرب. كلها جسدناها في هذا المشروع، إلا أنه بعد المناقشة النيابية قامت بعض الفرق البرلمانية بعرقلة إتمام المسار التشريعي للنص مرتين، مرة في عهدنا ومرة في عهد زميلنا الوزير الأستاذ محمد أوجار، إلى أن قام زميلنا الوزير الأستاذ عبد اللطيف وهبي بمبادرة نعتبرها غير موفقة بسحب النص من مجلس النواب. وهكذا سيكون علينا أن ننتظر زمنا قد يطول أو قد يقصر لنرى التجسيد القانوني للدستور ولتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. معلوم أيضا أننا لم نغادر المسؤولية عن وزارة العدل إلا بعد إنجاز مشروع قانون مسطرة جنائية يجسد مقتضيات الدستور الأخرى، يعني التي تكمل القانون الجنائي، وكذا توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وأحلناه على الأمانة العامة للحكومة، ومثل ذلك أيضا مشروع قانون مسطرة المدنية، حيث ما زال كلا المشروعين ينتظران الإحالة على البرلمان بالرغم من مرور وقت غير يسير. ولا يفوتني هنا أن أذكر أننا قد أنجزنا مشروعا إصلاحيا شاملا لقانون السجون في مرحلة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وننتظر أيضا أن تتم المصادقة عليه حكوميا وإحالته بدوره على البرلمان، وعسى أن يكون ذلك قريبا. بالرغم من كل هذه الجهود المبذولة، فإنه كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، لو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. انتهى كلام الراغب الأصفهاني. لذلك فإنه كان لزاما أن تقوم الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل بإعادة قراءة القانونين التنظيميين على ضوء الممارسة العملية للوقوف على كل النقائص والخصصات وإنجاز عملية ترميمية تروم تدقيق النصين وإصلاح ما بهما من خلال. وبناء عليه فإننا نؤكد على أهمية مشروعي القانونين المعروضين حاليا على البرلمان، وعلى صوابية مبادرة التعديل والتنقيح، خاصة بعد قرار المجلس الدستوري عدد 992/2016 الذي قضى بحذف بعض فقرات القانون التنظيمي لنظام الأساسي للقضاة، وبالأخص منها ما هم الفصل 97، غير أن ذلك لا يمنع من القول كون هذا التعديل المقترح إن عالج جوانب هامة وحقق مكتسبات لا تنكر ف
فإنه فقد فاته معالجة ما هو أهم، وهو ما تعلق بازدواجية التفتيش لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، مع كل التقاطعات والتداخلات هذه المناطق الرمادية التي أشار إليها السيد الوزير بين كلا مؤسستي التفتيش، اللي هي الأولى التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والثانية التابعة لوزارة العدل، وكذلك ازدواجية دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كونه يقوم بدوري المتابعة والحكم، هذا فضلا عن تعقيد وطول الإجراءات التأديبية التي تتناولها المفتشية العامة ثم لجنة التأديب وكذا المقرر المعين قبل أن يبت المجلس في الموضوع. لذلك اقترحنا مراجعة ذلك كله بإحداث مفتشية عامة واحدة، وهي المفتشية العامة للشؤون القضائية والإدارية، تكون مستقلة عن المجلس على السلطة القضائية وعن رئاسة النيابة العامة وعن وزارة العدل، غير أنها تترقى من هذه الجهات الثلاث طلبات التفتيش كل فيما يخصه، حيث تقوم بإفادتها بنتائج أعمالها على ضوء الأبحاث الشاملة التي تقوم بها، والتي لا فصل فيها بين الأعمال ذات الطبيعة القضائية والأخرى ذات الطبيعة الإدارية. واقترحنا أيضا أن تكون من مهام هذه المفتشية العامة القضائية والإدارية المستقلة متابعة القضاة عند الاقتضاء الذين يشتبه في إخلالهم بواجباتهم أمام المجلس على السلطة القضائية، مما سيؤدي إلى الفصل بين جهة المتابعة وجهة الحكم. المجلس على السلطة القضائية هو الذي يبت، ولكن الذي يتابع هو هذه المفتشية العامة على غير ما يجري به العمل حاليا. فضلا عن ذلك تكون لها صلاحية الدفاع عن المتابعة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الشيء الذي لا يوجد الآن، إضافة إلى الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقد عند الاقتضاء وفي القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وستمكن هذه الصيغة المؤسساتية من اختصار الوقت وتبسيط مسألة المتابعة. وهنا أعلن دون تردد أن هذه الصيغة لم تنقشع في الذهن إلا بعد إحالة مشروعي القانونين التنظيميين سنة 2015 على الحكومة، وكانت المداولات التي أجريناها مع المؤسسات المعنية على المستوى العالي جدا قد أفضت إلى الاتفاق معنا على هذا المقترح، لكن الأجندة التشريعية حالت بيننا وبين استرجاع النصين وإعادة صياغتهما على ضوء ذلك، وبقينا نمني النفس في إنجاز هذا الإصلاح الهام، وتواصلنا مع من يهم الأمر، لكن يبدو أن هذا الإصلاح النوعي والعميق يتطلب مزيدا من الوقت ومزيدا من تعميق النقاش. حضرات السيدات والسادة المحترمين، لقد أحسنت الحكومة صنعا وضمنها وزارة العدل باقتراح درجة جديدة، وهي الدرجة الممتازة، والتي سبق لنا اقتراحها خلال فترة تحملنا المسؤولية، بل اقترحنا درجتين كانت هناك مفاوضات، إلا أننا لم نتمكن سوى من استصدار المرسوم رقم 31/14 القاضي برفع التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الثالثة والثانية والأولى، وذلك لأسباب ميزانياتية محضة، حيث يبدو أن الظروف أصبحت سانحة لتمتيع الأطر العليا من كافة المستويات بهذه الدرجة. طبعا كانت البداية مع القضاة، ويبدو أنه غتكون حتى في التعليم وغيرها من القطاعات، إلا أنه ما زال هناك ما يقتضي بذل مجهود مالي إضافي يوازي المجهود المطلوب من القضاة، خاصة منهم أولئك الذين سيتقرر في حقهم التمديد إلى غاية 75 سنة. المشروع جاب 75 سنة، الموظف العادي عنده الآن 62 سنة، معنى ذلك 63 سنة عفوا 63 سنة، معنى ذلك أن القاضي سيستمر في أداء مهمته 12 سنة، يعني بالنسبة للموظف العادي على الأقل الحال، وإلا راه غادي تكون الحكومة مضطرة، وأقول لكم مجبرة على أنها غتزيد في السن ديال
تقاعد الموظفين. هذا ما شك فيه بالطبع، وإلا رأى الأمور كلها ستسقط في الماء. حقا إن رفع حد سن التمديد من 70 سنة اللي كاين الآن إلى 75 سنة كما هو مقترح في هذا المشروع، إن كان له ما يبرره وهو المصلحة القضائية التي تدعو إلى استمرار القضاة الجهابدة الأفاضل في القيام بمهامهم على هذا إلى هذا المستوى العمري المتأخر، فإنه ليس مقبولا أن لا يكون ذلك مشفوعا بتحفيز مادي ملائم يغطي أيضا مصارف التنقل والإقامة، خاصة وأن معظم هؤلاء القضاة قد يكون مقر عملهم بمحكمة النقد. لذلك نقترح التفكير من الآن في إحداث تعويض خاص ملائم لفائدة القضاة الذين سيتقرر في حقهم التمديد، وذلك امتثالا لقول الله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أيضا إن مما يثير الانتباه أن مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة نص على أحقية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في وضع أجين البت في مختلف أنواع القضايا في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص القانوني، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى. والرأي عندي أن هذا المقتضى بديهي بحكم أنه مقرر بمقتضى الدستور في الفصل 120، ومقرر أيضا في قانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة في الفصل 45، ولكون مشروع القانون التنظيمي وصفه بالاسترشادي الذي لا تأثير له على الدعوى، ولم يرتب على مخالفته من قبل القاضي أي أثر. نعم، لو أن مشروع القانون التنظيمي رتب جزاء على المسار المهني للقاضي في حال ثبوت الإخلال المستمر بالأجل المعقول، مثلا في الترقية، في الترقية يعني كيبان بأن واحد القاضي ما كيحترمش، فإذا في الترقية تكون، ولم يرتب أي شيء من ذلك، فإذا لماذا إراده أصلا؟ يعني ما وجه إراده؟ لذلك لا أرى مبرر لإراده أصلا في هذا التعديل المقترح. جدير بالذكر أن المادة 97 من القانون التنظيمي لنظام الأساسي للقضاة لا تخضع القاضي للمساءلة التأديبية إلا إذا تعلق الأمر بإهمال أو تأخير غير مبرر ومتكرر في بدء أو إنجاز مصدر الحكم أو في القضايا أثناء ممارسة القاضي المهامي. إذن المساءلة التأديبية للقاضي لا تتم على أساس عدم احترامه الأجل المعقول، لا، ليس هناك شيء من ذلك، إنما على حسب الفصل 97 ينبغي أن يكون هناك يعني ما هو أكبر من ذلك بكثير، اللي هو الإهمال والتأخير غير المبرر والمتكرر، عادة كتكون المساءلة. أما عدم الاحترام فبالنسبة إلي كان ينبغي أن يقرن بتأثيره على المسار المهني من حيث يعني التنقيط أو ما شابه ذلك.